نوع ازيك وكروسانت طيبة وعيد سعيد. وانت طيب؟ رنا، ايه طقوسك قبل العيد؟ يعني بتستعد ازاي للعيد؟ بنروق الشقة قبلها ب10 ايام مثلا، فعلى ما بيجي يوم الوقفة بتبقي مهدودة، فبتنامي، بتصحي صلاة العيد، بتخلص صلاة العيد فبترجعي تنامي. احنا ننظف، نشيل السجاجيد، نشيل الستاير، نجيب كل حاجة جديدة بقى، يعني لو في شقة جديدة ممكن نجيبها. بروح احلق وابتدي اظبط العربيه بقى عشان العيد، انت فاهم، بيبقى الميكانيكيه اجازه والناس دي كلها اجازه، فلازم الواحد يظبط حاجه. تنظيف الشقه بقى وماما ويا نهى والسجاجيد والستاير والنجف ينزل ونعلق تاني النجف ونعلق الستاير وبعد كده نعمل الكحك. كان نفسي قوي ابقى اللي هو فاهم الفاسد ده، اللي هو بينزل يشرب مخدرات ومستني العيد عشان البيره والخمر، بس عمري ما عملتها في حياتي. لازم اهم حاجه يوم الوقفه نلبس البيجامة الجديدة، لو ما لبستش البيجامة الجديدة اكني مفيش عيد. من احد اهم احلامي ان انا اخد عيالي واوصل ليهم العيد، بسبب ان انا بنزل جوامع عشان خاطر اصور. كنت بفكر ان انا اخد معايا ادم واربطه زي بحبل كده عشان خاطر اعرف اصور واعرف ان انا اخليه يستمتع بالعيد. يعني علاقتك بمامتك ايه؟ تحفه. ممكن نبقى حلوين جدا يوم، وتاني يوم تاني يوم ايه بقى، عدا بنص ساعه ده ابن عاق ودي ام ما بتعرفش تربي. امي هي صديقتي، هي حبيبتي، هي نص، هي ماما، هي انا. هي مثلا شايله حته لحمه لاختي، انا مش عايز اخد حته اللحمه عشان انا نفسي اكلها، انا عايز اخدها عشان اثبت لها ان هي ما بتعرفش تخبي مثلا، فهي تخبيها في والله مره خبت حته لحمه في الدولاب عندها والله. مامي صاحبتي، يعني بحبها جدا انا وهي، مش ام بقى كبيره وبنت وبخاف منها ومش عارفه ايه الكلام ده، لا خالص. ما فيش مره افتكر ان ماما جت تنزل معايا في حته الا ما اتخانقنا مع بعض، ان دايما بقى ان هي واخداني السواق بتاعها، لازم اي حوار لازم تتلك، تبقى الكهرباء عندها زياده شويه. الخرطوم. انا عندي اهو 30 سنه وداخل على 31، انا حتى الان بس بحلم الخرطوم. ممكن تقلد لنا مامتك يوم الوقفه بتاعت العيد؟ ايه ده نهى، هو انت ما نظفتيش تحت الترابيزه؟ وازاي ما تلمعيش الترابيزه دي؟ نهى، ايه يا نهى؟ كروتي، ما انت هتجيلي من يوم الصباحيه وانت هتكملي اسبوع معاه، ده هيبعتك ليا من يوم الصباحيه. دي الجمله اللي على طول بتتقال. انت يا زفته، اقسم بالله لو ما عملتيش كده طب انا همشي ومش هتعرفوا عني حاجه وهنكد عليكم في العيد. هو انت التليفون دوت على طول في ايدك؟ طب انت بتكلم مين؟ اني واحده فيهم؟ طب قول لي، يعني لازم اللي معايا التليفون تسمع والناس تسمع. يا بنتي قومي نظفي، يا بنتي مش هينفع لما العيد يدخل علينا الناس تقول علينا ايه؟ يعني نقعد لغايه الساعه 2 3 ننظف ليه؟ الجيران يقولوا علينا ايه؟ انا بني ادم بفرفت وانا قاعد باكل. بتقول لك ايه بقى يعني؟ قلدها لنا. شك شك كده بصوت بقى زعيق جامد جدا. بتقول لنا ما انا ربنا كان اداني بنات عدلين، ما كانش زماني بعمل كده لوحدي. طيب لو هتقولي لها بقى حاجه في العيد تقولي لها ايه؟ اقول لها كل سنه وانتي طيبه، ربنا يخليك ليا يا رب. اقول لها كل سنه وانتي طيبه يا امي، ربنا يخليك لينا وكل عيد تبقي معانا. اقول لها ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، وتفضلي ترخمي عليا كده وتطلعي عينينا. كل سنه وانتي جنتي على الارض. لو اي حاجه بعملها ما تزعليش مني، وانتي انا مسامحك يعني مش مشكله. تبطل طول ما الضيوف قاعدين قومي اعملي شاي، قومي حطي دبس، بس ده اللي انا بطلبه منها، ترحمني بس. هلا يا مامي، كل سنه طيبه وبحبك وبموت فيكي، وربنا يخليكي ليا عشان انتي احسن حد في الدنيا كلها.